ما يمكنش. مثلا انا سيت انترنت ديالي هو فيه واحد الكونتوني او بيان المحتوى اللي كنقدم انا هو عبارة على واحد السيت اللي كنحطو فيه باغ اكزومبل دي زانونس، يعني كما عطيتكم داك ليكزومبل. السيت ديالي المحتوى ديالو هو عبارة على ياش على واحد المنصة اللي كيدخلو مثلا دي كليون كيحطو لي زانونس ديالهم. سا مارش، فراه ما يمكنليش انا لو طون اللي نمشي ندير لا ريشيرش ديالي على واحد السيت اللي عنده علاقة بالتوريزم، ولا مثلا واحد السيت اي كوميرس، وفاش غادي نكتب مثلا انا اشا دي سمارت فون على ود انهم يعطيوني واحد سيت اي كوميرس، نكتشف انهم في الريزولتا شنو عطاوني. عطاوني السيت اللي عنده علاقه باش بلانوس، وانما انا ما قصدتش لي زانونس مثلا اللي عندهم علاقه بلي سمارت فون ولا شي حاجه كيف بحال هكا. يعني انا عطيت واحد ليكزومبل اون جينيرال، قلت بحال دابا عندي واحد سيت انترنيت كونساكري هو لي زانونس، ولو طون لي تندير لا ريشيرش ديالي فراه جوجل خاصها تعطيني الريزولتا على حساب داكشي انا اللي قلبت. كما عطيتكم اكزومبل، انا عندي سيت ديال لي زانونس، ما يمكنش انا مثلا نمشي نكتب نكتب مثلا نفترض ان دي جون دوزو مثلا ليكزامان ناسيونال ديالهم، ولا فحال دابا دي جون شي قاو فاكولتي ولا فشي ايكول سوبيريور دوزو لي زيكزامان ديالهم، بغاو يشوفوا ريزولتا اونلاين. دونك ماشي غادي يمشي يكتب مثلا هو انونس او ماروك باش يقد يدخل داك المنصه، ولا يقد يدخل داك السيت انترنيت اللي غادي يشوف فيه الريزولتا ديالو. فراه طبعا كيقلب على واحد الحاجه اللي عندها علاقه بداكشي اللي هو باغي. بغيت انا مثلا نشوف الريزولتا ديالي في فاكولتي، فراه طبعا غادي نكتب الاسم ديال داك الفاكولتي، وجوجل راه هو غادي افيشي ليا الريزولتا اللي عندها علاقه باش بداك الفاكولتي. يعني لوبجيكتيف او بيان الفكره اللي بغيت نوصل لكم هو ان هاد مساعده جوجل اونترو بارونتيز والمستخدمين في التعرف على المحتوى الذي تقدمه. كيفاش؟ يعني حنا كنا شفنا شنو، كنا شفنا جوستومون واحد جوج ديال لي زيليمون اللي هي لا فاليز تايتل او ميم طون لا فاليز ميتا دو نو ديسكريبسيون، كنا شفناهم. يعني هادو كيبقاو دي باليز لي بلوز امبورطون، و دابخي هاد لي باليز راه حنايا كنقدمو لجوجل او ميم طون كنقدمو للمستخدم شنو هو المحتوى اللي حنايا يعني كنقدموه. دونك دابا غادي نجي نشوف انا هاد مساعدة جوجل والمستخدمين في التعرف على المحتوى الذي تقدمه. دونك نهبطو نشوفوها اكزاكتومون فين. كما قلت لكم يعني هاد لاباج راه فيها لي دوني كامل اللي عندهم علاقه بالسيو. فحال دابا مثلا هنا قال لك مساعده جوجل عاوتاني اونترو بارونتيز والمستخدمين في التعرف على المحتوى الذي تقدمه. فحال دابا شنو عطاونا؟ عطاونا واحد السوجيتر فيه السماح لمحرك البحث جوجل بمشاهده صفحتك كما يشاهدها المستخدم. شنو بغاو يقصدوا بهاد، يعني شنو بغاو يقصدوا بهاد الجمله اللي عطاونا؟ فراه ممكن حنا عن طريق واحد الحاجه كتسمى روبوت هاكس، دابا نشوفوها ان شاء الله، ممكن حنا نمنعو واحد دي روبو، يعني واحد الحاجات كيتسموا البوت، دابا نشوفوهم ان شاء الله في لو طون اللي غادي نوصلوا لهم. ممكن نمنعو هادوك، يعني هادوك سبايدرز او بيان داك الخوارزميات اللي كيديتكتيو شنو هو الكونتوني ديال لاباج ديالنا. ممكن حنايا نحطو واحد، يعني واحد البارير، واحد لوبستاكل باش ما يدخلش مثلا داك سبايدر، داك العنكبوت، داك المستكشف، داك البوت يدخل يكتشف شنو هو المحتوى ديال لاباج ديالي. فراه ممكن انا بيدي نمنعو، وانما شنو كتقول لك جوجل؟ كتقول لك السماح لمحرك البحث جوجل. يعني ملي كتقول لك محرك البحث جوجل راه كتقصد لك واحد الخوارزميات، كتقصد لك واحد سبايدرز اللي كتعتمد عليهم جوجل باش كديتكتي شنو هو الكونتوني ديال لاباج ديالك. دابا نشوفوها ان شاء الله. هذه واحد لابارتي اللي عندها علاقه باش بالروبوت هاكس، دابا نشوفوها ان شاء الله. كما قلت لكم يعني اول حاجه كتقول لك السماح لمحرك البحث بمشاهده صفحتك كما يشاهدها المستخدم. يعني في لو طون اللي يكون انا كنديتكتي، في لو طون اللي يكون كندير ليكسبلوراسيون، يعني هذه العمليه كتسمى ليكسبلوراسيون، لو طون اللي يكون انا كنكسبلوري شنو هو كونتوني اون جينيرال ديال لاباج ديالك، فراه الا مشيتي حتى حطيتي ليا واحد لوبستاكل باش هذاك البوت او بيان هذاك الزاحف مثلا ما يديتكتي شنو عندك ولا شنو ما اكسبلوري شنو هو الكونتوني ديال لاباج ديالك، دونك فراه في هذه الحاله هذه راك كتكون كتشكل ليا انا واحد العائق، ولا راك كاع ما كتساعدني.
دونك شنو عطاونا مثلا؟ قال لك عندما يزحف جوجل بوت، يزحف جوجل بوت. انا قلت لكم عاد دابا جوجل كتعتمد على واحد الخوارزميات، كتعتمد على واحد سبايدرز. من بين هادوك سبايدرز ديالها راه عندنا واحد الزاحف اللي سميتو جوجل بوت، عندنا واحد الزاحف اللي سميتو جوجل بوت. هذا الشيء ان شاء الله دابا نشوفوه كامل ودابا نفهمه. قالت لك عندما يزحف جوجل بوت الى احدى الصفحات من المفترض ان يشاهد الصفحة كما يشاهدها المستخدم العادي. يعني هذا الشيء هذا اللي شرحت لكم. يعني مثلا انا في لو طون اللي غادي ندير لك كرياسيون ديال داك سيت انترنيت، او بيان في لو طون اللي غادي نكري جوستمون واحد لاباج، فراه لو طون اللي تنحطها اونلاين، يعني هذيك لاباج اول مرة فاش تنكريها كتكون عندي غير في اللوكال. كيفاش في اللوكال؟ ملي كنكريها انا فراه كيكون مسموح لي جوستمون انا اللي نشوفها. علاش؟ لانني الى جيت ودخلت لجوجل وكتبت مثلا السمية ديال داك لاباج باش سميتها انا، فراه سور اي سيغتان ما غاديش تلقاها. علاش؟ لانك انت كاع ما درتي لها شنو ايفرجمون، يعني ما حطيتيهاش في واحد السيرفر، هذاك السيرفر هو اللي تيخلي لك لاباج ديالك تبان اونلاين. دونك هادشي هذا ان شاء الله كامل دابا نشوفوه، المهم دابا غير تبعوا معنا غير هادشي هذا اللي كنشرحوه. يعني قلنا عندما يزحف جوجل بوت الى احدى الصفحات من المفترض ان يشاهد الصفحة كما يشاهدها المستخدم العادي. كيفاش؟ يعني كما شرحت لكم راه ما يمكنش انا نشد واحد لوبستاكل ونحطه امام شكون؟ امام هاد الزاحف اللي سميتو جوجل بوت، لان جوجل بوت هو واحد الزاحف، هو واحد سبايدر اللي ريسبونسابل على علاش؟ على انه كي اكسبلور، ريسبونسابل على ليكسبلوراسيون، يعني كيكتشف لينا شنو هو الكونتوني ديال لاباج، كيكتشف لينا شنو هو المحتوى ديال لاباج. من بعد ما كي اكتشف شنو هو المحتوى كيصنف. كيفاش كيصنف؟ بحال دابا فاش كنجي كندير انا لا ريشيرش ديالي على واحد السيت اي كوميرس، ففي هذه الحاله هذه التصنيف عنده علاقه مثلا بالتجاره، يعني كنقلبوا على شي حاجه اللي عندها علاقه باش بالاي كوميرس، فراه لو طون اللي غادي ندير لا ريشيرش ديالي غيعطيني شي حاجه عندها علاقه باش بقطاع ديال التجاره، ماشي غيعطيني مثلا شي حاجه عندها علاقه بقطاع مثلا الدراسات الاسلاميه، ولا فحال دابا غادي يعطيني مثلا دي ريزولتا اللي عندهم علاقة بالتاريخ والجغرافيا اكسيتيرا. يعني علاش هاد الزاحف كيدخل وكي اكسبلوري شنو هو الكونتوني ديالك باش كيقسم، يعني باش انت فاش كدير لا ريشيرش ديالك على ليستوار جيوغرافي فكون على يقين ان الريزولتا غادي تكون عندها علاقة بالليستوار اي جيوغرافي، كتدخل تدير لا ريشيرش ديالك على شي حاجة عندها علاقة بالكوميرس كون على يقين ان الريزولتا غادي تكون عندها علاقة باش بالكوميرس اكسيتيرا. قال لك وللحصول على افضل عرض وفهرسات ممكنة يجب السماح لبرنامج جوجل بوت بالدخول الى ملفات جافا سكريبت والسي اس اس وملفات الصور التي يستخدمها موقعك. يعني كيفاش هادشي هذا؟ لو طون اللي انت كتكري واحد لاباج فراك اول حاجه كتكريها عن طريق هذيك المارك اب لانجويج اللي قلنا سميتها HTML، اللي قلنا كتعتبر بمثابه لا ستركتور، او ميم طون انت كتكريها باش كتكريها بالسي اس اس، يعني اللي قلنا تنقادو بها لا ميزون فورم ديال لا باج اكسيتيرا. يعني هادشي كنا شفناه. او ميم طون كاينه واحد اللغه اللي هي جافا سكريبت دابا نشوفوها ان شاء الله. دونك لوبجيكتيف شنو؟ لوبجيكتيف هو اننا يعني اون جينيرال خاصنا نسمحو لهاد البوت، يعني هاد جوجل بوت اللي هو واحد الزاحف، دابا نشوفو ان شاء الله هادشي كامل. يعني خاصنا نسمحو له وما نحطوش حداه واحد لوبستاكل اللي يمنعو من انه يدير ليكسبلوراسيون ديال لاباج. يعني حنا غادي نمنعوه من استكشاف لاباج ديالنا، يعني ما خصناش نحطو حداه واحد العائق. قال لك وفي حال كان ملف روبوت هاكس، يعني هذه هي اللي كنت قلت لكم، بموقعك لا يسمح بالزحف الى مواد العرض هذه سيكون لذلك تاثير ضار بشكل مباشر، يعني اكسيتيرا، حتى تكملوا نتوما لا سويت ديال هذا الشيء هذا. غير الفكره هنا شنو كاينه؟ هاد روبوت هاكس غادي تكون عندها سيونس ان شاء الله كونساكري ليها بوحديتها. يعني اون جينيرال روبوت هاكس شنو هي لا فونكسيون ديالها؟ هي انني واش يعني واش كنعطي لاكسي ولا ما كنعطيش لاكسي. يعني انا الا كنت باغي جوجل ديتيكتي ولا جوجل بغيتها تكتشف
شنو هو الكونتوني ديال لا باج. ففي هذه الحاله ما كنعتمدش على هذا الملف اللي سميتو روبوتكس، وانما انا اللي كنت باغي نارشيفي ولا ما كنتش بغيت داك لا باج ديالي ندير ليها الريفيرونسمون. ففي هذه الحاله هذه كنعتمد على واحد الوسيله ولا واحد الملف اللي سميتو روبوتكس، وهو اللي مسؤول على ياش على انه كيمنع ليا هادوك سبايدرز، هادوك الخوارزميات اللي كتعتمد عليهم جوجل انهم يزحفوا ليا الموقع ديالي و يديتكتيو شنو هو الكونتوني ديالو. دونك هاد لي دوني هادو حتى تكملوهم حنا غادي نشوفو غير ليسونسييل. بحال دابا مثلا قال لك هنايا الاجراءات المقترحه، بحال دابا قال لك استخدام اداه فحص عناوين URL، يعني هادي واحد يعني واحد لوجي واحد الاداه. دابا نشوفوها ان شاء الله في لو توني، غادي نلقاو سيت ماب وسيتيح لك ذلك معرفة كيفية مشاهدة جوجل بوت للمحتوى التي لا تابع لك وعاده بدقة، وسيساعدك أيضا في تحديد عدد مشاكل فهرس على موقعك وحلها. دونك بالنسبة لهاد اللوشي هادي، بالنسبة لهاد اللوشي هادي إن شاء الله دابا نشوفوها في لو طون اللي غادي نكونو درسنا فيه شنو واحد الحاجة اللي سميتها سيت ماب. غادي نشوفو كاع لي زوشي كاملين. دونك خلينا غير هنا، حنا فاش دابا حنايا كاينين في مساعدة جوجل والمستخدمين في التعرف على المحتوى الذي تقدمه، يعني الذي تقدمه عفوا. يعني الفكرة اللي بغيت نوصل لكم من هذا العنوان هذا هو في لو طون اللي نتوما تكونوا كديروا لا كرياسيون ديال واحد السيت انترنيت، ما تحطوش دي باليز اللي كيمنعوا اللي شنو كيمنعوا جوجل ولا كيمنعوا هادوك سبايدرز، هادوك الزواحف اللي كتعتمد عليهم جوجل باش كتاكسبلوري باش كديتكتي شنو هو الكونتوني ديال لاباج ديالكم. يعني ما خاصكمش تحطوا واحد لاباليز ولا ما خاصكمش تحطوا دي باليز اللي كيمنعوا هاد سبايدرز من انهم يكتشفوا شنو يكتشفوا الكونتوني ديال لاباج ديالك. دونك بحال دابا هنا شنو عطاونا؟ عطاونا انشاء عناوين فريده ودقيقه للصفحات. دونك هنا شنو يعني انا دابا شنو درت؟ دخلت جوستمو عند جوجل كنشوف شنو هما لي كونساي اللي كتقدم لينا جوجل باش حنا نعتمدو عليهم فاش ريفيرونسمون ناتوريل ديالنا. قال لك انشاء عناوين فريده ودقيقه للصفحات، قال لك تخبر العلامه تايتل كل من المستخدمين ومحركات البحث بطبيعة موضوع صفحة معينة. سامرش يعني هذيك لاباليز اللي سميتها تايتل سلاش تايتل، احنا كنا ديجا شرحناها، قلنا عندها جوج ديال لي فونكسيون. لا فونكسيون الاولى هي ان داك التايتل اللي كتكتبو في وسط داك لاباليز راه هو اللي جيبان لك في هاد البلاصة هادي. يعني بحال دابا انا الا جيت الكود سورس ديال هاد لاباج هادي ودخلت له، غادي نلقى بان في لاباليز اللي سميتها تايتل القى مكتوبه دليل بدء تحسين محركات البحث اكسيتيرا. والحاجه الثانيه اللي هي الا درت لا ريشيرش ديالي مثلا على هذا القسم اللي انا دابا تنقى فيه، فراه كن على يقين انك غادي تلقى بان التايتل هو اللي مكتوب هنايا في هاد سيرش. عفوا نشوفوه سيرش كونسول مساعدة دليل بدء تحسين محركات البحث السينو. سامش دونك قلنا هاد لاباليز هادي غيست واحد لاباليز لي بلوز امبورطون بزاف. عاوتاني قالك ويجب وضع العلامة تايتل داخل العنصر هيد، يعني طبعا احنا شفنا لا بوزيسيون ديال هاد لاباليز تايتل، قلنا خاصها تكون فين؟ في وسط ليليمون لي سميتو هيد سلاش هيد. دونك الا لاحظتو معايا هنايا كاينة واحد يعني واحد ليماج اللي فيها دي دوني اللي كيشرحوا فيه هادشي هذا. بحال دابا شنو عطاونا؟ عطاونا لا ستركتور ديال واحد دوكيمون اش تي ام ال، طبعا يعني اش تي ام ال هيد سلاش هيد. اون ميم طون كنلقى هاد لاباليز سميتها تايتل سلاش تايتل. دونك هما شنو دارو؟ حطوا فيها جوستومون واحد الكونتوني، حطوا فيها واحد الكونتوني، وهاد الكونتوني هذا هو اللي كيدل على شنو هو الكونتوني او بيان شنو هو المحتوى اللي انا كنقدمه على هاد الصفحة هادي. غير جوجل كتنصحنا كتقول لك إنشاء عناوين فريدة ودقيقة للصفحات، يعني لي باج ديالنا خاصنا نحطو واحد العنوان يكون يعني غيش بلي كيورد و ميم طون يكون كي إيلوستخي شنو هو الكونتوني ديال لاباج ديالي، يعني يكون ديسكريبتيف بهذا المعنى هذا. دونك
فحنا دابا هنايا راهم ماشي يعطيونا دي كونساي، يعني كيعطيوك بعض النصائح. فدابا كيقول لك افضل الممارسات، يعني انت الا كنتي باغي. دابا هو قال لك انا انشاء انا ومقشطه جيده في نتائج البحث، يعني لو طون اللي كتكون باغي انت تكريي واحد الكونتوني داك لاباليس او بيان داك ليليمون اللي سميتو تايتل، فراهنا جوجل كتعطيك جوستومون دي كونساي. دابا كتقول لك افضل الممارسات شنو هما. دابا نعطيكم ككونساي اللي كتقدمها جوجل، كتقول لك في لو طون اللي انت تكون باغي تحط واحد تايتل، فتفادى لا ريبيتيسيون، تفادى التكرار. كنت غتحط واحد الحاجه عندها علاقه بالديفلوبمون ويب مثلا، ماشي تحط ليها في العنوان ديفلوبمون ويب، ديفلوبر ويب، بروغراماسيون ويب. لاحظوا معايا شحال داك ويب كررت، يعني تكررت 3 ديال المرات. هادشي هذا كاين، يعني قدو حنا نكون كنتفاداوه، وانما كاين الناس اللي كيطيحوا في هاد الاخطاء هادو. الا قرينا بحال دابا هاد لي دوني هنايا، شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بان واحد الحاجه تيقول لك في افضل الممارسات وصف محتوى الصفحه بدي بالدقة، يعني هذاك الوجيت اللي انت غادي تحطو خاصو يكون كي إليستري لا بوش ديالك، خاصو يكون ديسكريبتيف بهذا المعنى هذا، يعني كيوصف بدقة شنو هو الكونتوني اللي عندك انت في داك لا بوش. بحال دابا قال لك تجنب ما يلي، عطانا مثلا اختيار عنوان لا علاقة له بالمحتوى في الصفحة، يعني هذه كتبقى واحد الحاجة اللي بلوز امبورطون بزاف. كيفاش؟ بحال دابا شنو كتلقى؟ كتلقى مثلا واحد لاباج الكونتوني ديالها مختلف بزاف على ياش، على داك التايتل اللي عندي. هاد القضية هادي مثلا تلقاوها غير في يوتيوب، انت كتدخل كتبغي تفرج في واحد لا فيديو، كتلقى واحد العنوان اللي كيكون اتيرون ملي انت تدخل له، شنو ما كتكتشف بان داك لا فيديو ما فيهش داكشي اللي انت كتقلب عليه. كذلك هو مثال، شحال من مرة كنكونو كنديرو لا ريشيرش ديالنا على واحد الحاجة، وإنما كندخلوا لبزاف ديال لي شوا، وفي التالي كنلقاو داك الريزولتا اللي حنا كنقلبوا عليها في واحد لو شوا واحد آخر. يعني كتدخل الموقع الأول والثاني والثالث وكتبقى كتقلب، في التالي كتلقى داكشي ديالك انت مثلا في الموقع الخامس ولا السادس. يعني خاصك كنصيحة كتقدمها لجوجل كتقول لك تجنب ما يلي. الحاجة الأولى هي اختيار عنوان لا علاقة له بالمحتوى في الصفحة، يعني ما يمكنش أن الصفحة ديالي مثلا عندها علاقة بليزانونس أو ماروك ونمشي نحط له في العنوان شي حاجة عندها علاقة بليزيتود إسلاميك، مثلا الدراسات الإسلامية ولا التاريخ والجغرافيا. يعني دي زيكزومبل، خاصني نحط واحد تايتل اللي عنده علاقة باش بالمحتوى ديال لاباج ديالي، شنو أنا كنقدم. الحاجة الثانية قال لك استخدام عناوين تلقائية أو غامضة مثل بلا عنوان أو صفحة واحد جديدة. شنو بغاو يقصدوا بهادشي هذا؟ بحال دابا مثلا باغفو شنو تلقى، يعني بحال دابا نقدر نحط أنا هنا يلابوري السايتل ديالي. نتوما طبعا خاصكم تحطوا لا ستركتور ديال الدوكيمون، وراكم عارفين اكزاكتومون لا بوزيسيون ديال هاد لاباليس فين كاين. يعني قلنا لاباليس اللي سميتها تايتلز لا سايتل، وحنا كنحطوها في وسط ليليمون اللي سميتو هاد لاباج ديالنا تكون اتش تي ام ال. يعني شنو هي الحاجة اللي بغاو يقصدوا بها هنايا؟ استخدام عناوين تلقائية أو غامضة مثل بلا عنوان أو صفحة واحد جديدة. بغى يقول لك مثلا انت الصفحه ديالك راه فيها واحد الكونتوني، يعني انت راك كتقدم واحد المحتوى، كتقدم واحد البرودوي، يعني كتقدم شي حاجه. ما يمكنش انت تجي ودير لي هنايا نوفيل باج مثلا كعنوان نوفيل باج، ما يمكنش. الحاجه الثانيه قال لك بحال دابا ما تحطش المسميات بحال هكا، هادي باج عفوا، هادي باج مثلا هكا، ولا اجي نشوفوا شنو قالوا لنا هنايا. او غامضة بحال دابا قال لك ما يمكنش هنا يجي تقول له سون تيتر، باج سميتها سون تيتر بلا عنوان. يعني شنو بغات توصل لي جوجل؟ كتقول لك جوستومون في لو طون لي تكون نتايا حطيتي داك ليليمون ولا داك لاباليز اللي سميتها تايتل، فراه خاصك تحط فيها واحد المحتوى اللي يكون دقيق، اللي يكون ديسكريبتيف، اللي يكون كي اليستري شنو هو الكونتوني اون جينيرال ديال لاباج ديالك. راكم كيما شفتوا عطاتنا دي كونساي اللي حنا خاصنا نتجنبوهم. بحال دابا مثلا قال لك هنا انشاء عناوين فريده لكل صفحه. هنا شنو بغاو؟ شنو بغاو يعني يقصدوا؟ حنا شنو عارفين؟ عارفين لو طون اللي كنديرو فيه لا كرياسيون ديال واحد السيت انترنيت، فراه طبعا سور اي سيغتان في الاول كنكريو باج، من بعد كنكري لا باج الثانيه، من بعد كنكري لا باج الثالثه اكسيتيرا. يعني كنبقى كنكري جوستمون دي باج، هاد لي باج من بعد كنلي بعضياتهم. لو طون اللي تالي بين هاد لي باج هادو
كيوليو سيت انترنت. هاد السيت انترنت مثلا فيه بزاف ديال لي باج. دابا مثلا انا اللي جيت شغل لهنا، شوف شنو غادي نلقى. غنلقى مثلا هادو كلهم عبارة على دي باج، بحال دابا هادي راها باج ندخل ليها مثلا هكا، هادي راها باج اكسيتيرا، يعني باج راها مختلفة على الباج الأخرى. ممكن ألقى بأن العنوان ديال كل باج، دونك لا كونيكسيون تقيلة شي شوية، دونك غادي نلقى بأن العنوان ديال كل باج راه طبعا مختلف على الباج الأخرى. تو سامبلومون علاش؟ لأن كل باج عندها واحد الكونتوني. دونك فين بقينا؟ سا مارش. قلنا كيفاش هذا استخدام عناوين، لا بقينا إنشاء عناوين فريدة لكل صفحة. يعني كيف ما قلت، ما يمكنش بحال دابا مثلا أن يكون عندي واحد سيت انترنت وداك سيت انترنت ما فيش باغ اكزومبل بليزيور باج، ماشي ما يمكنش. ممكن نلقاو دي سيت انترنت اللي فيهم جوستومون واحد لاباج، وانما هذيك لاباج كتكون تم جوستومون واحد الكونتوني اللي معين، واحد الكونتوني بريسي. دونك حنا لنفترض ان عندنا واحد سيت انترنت فيه تقريبا 50 باج، فراه سيغ اي سيغتان ان داك لي باج كل لاباج كتقدم فيها انت واحد الكونتوني. الا خدينا جوستومون غير السيت ديال كومبيتيشن سنتر، غادي نلقاو فيه تقريبا واحد 600 باج. كل باج مثلا حنا ناخدو غير القسم ديالاش ديال لي فورماسيون، بحال دابا غادي نلقاو بزاف ديال لي فورماسيون، وانما غتلقى فورماسيون اش تي ام ال الكونتوني اللي فيها راه ماشي هو نفس الكونتوني اللي كاين فين في لا فورماسيون سي اس اس، ماشي هو نفس الكونتوني اللي كاين في جافا، ماشي هو نفس الكونتوني اللي كاين في سي شارب، ماشي هو نفس الكونتوني اللي كاين مثلا في بايثون اكسيتيرا. يعني كتلقى كل باج والكونتوني ديالها. يعني في هذه الحاله هذه ما يمكنليش انا عنوان نحطه في لي باج كاملين. دو بريفيرونس كتقول لك جوجل انشاء عناوين فريده لكل صفحه. يعني هذيك لا باليس تايتل راه خاصني كل صفحه نحطها فيها، وميم طون نحط الكونتوني اللي عنده علاقه باش بهذيك الصفحه. ما يمكنش انا خدام في فورماسيون اش تي ام ال حطيت مثلا في الاول كتايتل فورماسيون اش تي ام ال افاس، مزيان. فاش غادي يمشي جافا سكريبت فورماسيون اش تي ام ال افاس، فاش غادي يمشي البايثون فورماسيون اش تي ام ال افاس. يعني ما يمكنش كل باج عندها واحد الكونتوني، يعني خاص كل باج واحد لو تيتر ديالها. بحال دابا مثلا هنا كيقول لك تجنب ما يلي، بحال دابا قال لك اختيار عنوان لا علاقة له بالمحتوى، بمحتوى الصفحة. يعني كما شفنا ما يمكنش انا باج كتدوي على HTML ونمشي نحط فيها عنوان اللي عنده علاقة بجافا سكريبت ولا شي حاجة بحال هكا. يعني خاصني نحط داكشي يكون كومباتيبل. عفوا هنا خاصني دونك تجنب ما يلي، قال لك استخدام عنوان واحد لجميع. يعني هادشي اللي او مجموعه كبيره من هادشي اللي شرحت لكم دابا. يعني ما يمكنش انا تكون عندي باج هي باج اش تي ام ال، وانا عطيتها في التايتل فورماسيون اش تي ام ال، شي شويه فاش مشيت لجافا سكريبت حطيت نفس العنوان، مشيت للبايثون نفس العنوان، مشيت للسي نفس العنوان، مشيت للسي شارب نفس العنوان. يعني فين ما كنمشي كنحط نفس العنوان. يعني انتما كما كتشوفوا هاد لي دوني، هاد لي كونساي كاملين شكون كيعطيهم لينا، كتقدمهم لينا جوجل. وهادشي هذا في الصالح ديالنا نشوفه، هادشي هذا في الصالح ديالنا نشوفه. منين كتجي جوجل كتعطيك دي كونساي، كتقول لك الطريق اللي تتبع الا بغيتي ريفيرونسمون ديالك يكون كوم الفو، يكون على حقو طريقو. وميم طون حتى انا، يعني هانتوما كيما لاحظتوا لا بارتي اللي جيت بديت بيها انا شنو هي هاد مساعده جوجل اونتر بارونتيز والمستخدمين في التعرف على المحتوى الذي تقدمه. يعني دابا حنا شنو كنشوفوا شنو هما لي كونساي اللي جوجل كتطلبهم منا باش حنا نساعدوها. يعني كيفاش غادي نساعدوها؟ يعني في لو طون اللي قلنا هذوك الخوارزميات كيكونوا كيديروا ليكسبلوراسيون ديالهم. يعني انتما كما شفتوا عطاتنا واحد ليكزومبل اللي سميتو جوجل بوت، يعني داك الزاحف اللي سميتو جوجل بوت راه كيكون كيدير ليكسبلوراسيون ديالو. كيفاش كيمشي كيديتيكتي، كيمشي كيشوف مثلا شنو هما، يعني شنو هو الكونتوني ديال لاباج ديالي. وطبعا فاش كيتعرف على الكونتوني ديال لاباج ديالي راه هو كيحطو في القسمه اللي خاصو يكون فيها. كما قلت ما يمكنش انا الكونتوني ديال لاباج ديالي هو عنده علاقه بلي زانونس او ماروك، وفي الثاني غادي تجي جوجل وغاتشد السيت ديالي وتمشي تحطو فين، في واحد لاباج دو دوني اللي عندها علاقه باش عندها علاقه بالاستوار جيوغرافي، ولا عندها علاقه مثلا بالستاتستيك ولا شي حاجه كيف هذا. فطبعا خاصها تحطو فين في البوزيسيون اللي خاصو يكون فيها، واللي عنده علاقه باش بالمحتوى ديالنا، باش في لو طون اللي تيدير شي واحد لا ريشيرش ديالو راه هو تيلقى الريزلت اللي هو
باي. دونك قداش وصلنا؟ وصلنا حتى هذا. دونك شفنا وصف محتوى الصفحة بدقة، مزيان. شفنا إنشاء عناوين فريدة لكل صفحة. بقينا دابا في استخدام عناوين مختصرة ومعبرة في الوقت نفسه. كيفاش هادي؟ يعني مثلا بارفوا شنو كتلقى؟ كتلقى نتايا لا بودي سايتول حق فيها داك السيد ولا داك الديفلوبر ولا داك السيد اللي صوب داك السيت ولا السيد اللي ريسبونسابل على الريفيرونسمون ولا شي حاجه، تيشد داك لا باليز كيحط فيها واحد الشيء تخليه هو ما كتعرفو لا تيتخ ولا باراغراف ولا تاكست، يعني ما كتعرفوش شنو. يعني جوجل كتقول لك خاص داك الشيء كيفاش يكون، يكون مختصر ومعبر في الوقت نفسه. يعني جوستومون تحط انت واحد التايتل، هذاك التايتل كما قلنا ما يكونش كيديباسي 8 ديال لي موكلي. دونك تحط ليها واحد لو تيتر بنفس الطريقه، وخاص يكون ديسكريبتيف او ميم طون كور، يعني دي تيتر كور او ميم طون ديسكريبتيف، يعني يكون كيعبر او ميم طون كيوصف بالضبط شنو داكشي اللي انت كتقدمه. بحال دابا قال لك يمكن ان تكون العناوين قصيره ومفيده في الوقت ذاته، وفي حال كان العنوان طويلا جدا او تم اعتباره غير ملائم بطريقه ما، قد لا يعرض جوجل سوى جزء منه، او قد يعرض عنوان يتم انشاؤه تلقائيا في نتيجه البحث وقد اكسيتيرا. يعني اللي عقلتو معايا في لا فيديو ان شنو كنا او بيان في لا سيونس الاولى شنو كنا شفنا؟ كنا شفنا هذيك هذاك ليكزومبل، ليكزومبل ديال جوميا، لو طون اللي كنا حنا درنا فيه لا ريشيرش على جوميا كنا لقينا العنوان نفسه اللي كاين في الكود سورس، وانما في لو طون اللي انت كتشوفه في جوجل كتلقى كاينين 3 بوان دو سوسبونسيو، يعني يعني العنوان ما باينش كامل، هما كتبوا عنوان كامل مكمول، وانما في الريزولتات ريشيرش كاع ما بان كامل، لان العنوان طبعا ما كانش مختصر، كان طويل واحد شويه. هادشي اللي قالت لك جوجل، قالت لك الا كان العنوان ديالك الاحتمال الاول هو اننا نعرضوه ولكن ما غاديش يكون معروض كامل، الاحتمال الثاني هو نقدو مثلا كاع ما نعرضوه ولا شي حاجه. فحال دابا قال لك بناء على طلب بحث المستخدم او جهه المستخدم للبحث، الا خديت انا سمارت فون، يعني سمارت فون اللي معروف ان ليكرون ديالو كتكون صغيره، ماذا بك انت درتي لا ريشيرش ديالك في ديسكتوب اللي كتكون تبارك الله ليكرون ديالو كبيره، ولقيتي بان داك الريزولتا لقيتي فيها دي بوان دو سوسبونسيو، يعني الا مشيتي لجوجل فكون على يقين ان العنوان ديالك ما غاديش يبان كامل مكمل. وهادشي هذا ماشي في الصريح ديالك، لانني انا كانترنوت فاش كندير لا ريشيرش ديالي خاصني نلقى الحاجه كامله مكمله باش ما نديباسيهاش. دابا مثلا قال لك تجنب ما يلي: استخدام عناوين طويلة للغاية وغير مفيدة للمستخدمين، يعني حاجة باينة ما خاصش العنوان يكون كبير. والحاجة الثانية هي يكون انرجي، يعني ما عندوش شي فائدة. فحال دابا قال لك حشو الكلمات الرئيسية غير ضرورية في علامات العنوان. فحال دابا مثلا شنو كتلقى؟ كتلقى واحد السيت انترنيت اللي عنده واحد الكونتوني، هذاك المحتوى مثلا قدو حنا ناخدو ليكزومبل ديال واحد السيت اللي عنده علاقة بليزانونس او ماروك، يعني حنا كنقدمو اعلانات في المغرب، فراه كتقول لك جوجل الكلمات الرئيسية الغير ضرورية. كيفاش؟ يعني انت الا كنتي غادي تحط واحد تايتل لا بوش ديالك، فراه خاصك تحط فيه دي كيورد، خاصك تحط فيه دي موكلي، وداك لي موكلي كيبقاو بلوز امبورطون. وانما الحاجه الثانيه حط لي دي موكلي، هاد لي موكلي ما يكونوش مثلا كيمثلوا ليا واحد الحاجه اللي بحال دابا انا مستهدف حاجه واحده. كيفاش؟ انا لا بوش ديالي مثلا فيها بزاف ديال لي زانونس، هاد لي زانونس مقسمهم على دي كاتيجوري، كنلقى واحد لا كاتيجوري اللي فيها لي زانونس ديال الالكترونيك، كنلقى واحد الكاتيجوري اللي فيها لي زانونس ديال لوكاسيون ديال لي فواتور، كنلقى بحال دابا واحد الكاتيجوري اللي فيها دي زانونس ديال اش ديال فون ديال لي موبيلي، يعني اون جينيرال ما يمكنش انا في العنوان نكتب واحد الحاجه، يعني واحد الموكلي اللي هو بلوز امبورطون، واحد الموكلي اللي بلوز امبورطون. انا اللي كتبت مثلا لوكاسيون دي فواتور في العنوان ديالي، كيبقى واحد الكيورد اللي بلوز امبورطون. وانما الحاجه الثانيه شنو هي؟ هي ما احترمتيش لي كونسي اللي قدمتهم لك جوجل. علاش؟ لان الكونتوني ديال لاباج ديالك انت راه ما فيهش جوستمون لوكاسيون دي فواتور، حنا قلنا لاباج ديالنا فيها دي كاتيجوري، كنلقاو لي موبيليي، لوكاسيون دي فواتور، يعني تلقاو الالكترونيك، كنلقاو بزاف ديال التقسيمات، بزاف ديال الحاجات. دونك ما يمكنليش انا نديتيرميني حاجه واحده بالرغم من انها كلمه رئيسيه، وانما كتبقى في هذه الحاله انيوتي، لان الكونتون ديال لاباج ديالي ما كيمثل جوستومون هذيك الكاتيجوري. دونك
لاحظوا معايا عاوتاني هنا شنو عطانا. قال لك استخدام العلامة الوصفية، دار لينا واحد لي كوتاسيون وقال لينا الوصف. يعني هنا شنو بغا يقصد؟ هنا قصد لينا هذيك لا باليس اللي سميتها ميتا دو نو ديسكريبشن. ها هي دي هنايا لونها بالصفر. الا رجعنا ليكزومبل الاول غادي نلقاو التايتل هو اللي ملون بالصفر. تما لاحظوا معايا هنا راه التايتل هو اللي ملون بالصفر، دونك راح نتخيطينا الحاله ديال التايتل. الحاجه الثانيه هنايا راه هو ملون لينا جوستومون هذيك الميتا اللي نو ديالها ديسكريبشن. هادي كتبقى واحد لا فاليس لي بلوز امبورطون بزاف. راكم شفتو في لا سيونس ان فاش كنا كنديرو لي ريغوشيرش ديالنا وكنا كندخلو كاع حتى للكود سورس ديال لي باج وكنا كنشوفو بان داك الكونتوني اللي كيكون مكتوب في وسط هاد لا فاليس هادي هو اللي كنلقاوه في لو طون اللي تنديرو لا ريغوشيرش ديالنا. دونك اجي نشوفو شنو كطلب لنا جوجل. قال لك استخدام العلامه الوصفيه لي كوتاسيون وصف، يعني هنا كيقصد لك لا باليز ميتا دو نو ديسكريبشن، احنا ديجا دوينا عليها في لا سيونس 1. الحاجه الثانيه قال لك توفر العلامه الوصفيه للصفحه لمحرك البحث جوجل ومحركات البحث الاخرى ملخصا لمضمون الصفحه، وقد يكون عنوان الصفحه عباره عن بضع كلمات او عباره، في حين أن العلامة الوصفية للصفحة قد تتألف من جملة أو جملتين أو حتى فقرة قصيرة، وكما هو الحال مع العلامة title. يتم وضع العلامة الوصفية داخل عنصر هيد ضمن مساعد شنايم التابع لك. يعني أول حاجة قال لك هو أن هاد لاباليز ميتا دو نو ديسكريبشن، فراه خاصك تحطها يعني لا بوزيسيون ديالها كيما شفنا هو كيكون في وسط ليليمون اللي سميتو هيد. مزيان. الحاجه الثانيه شنو قال لك؟ قال لك بان هذه العلامه هي علامه وصفيه. يعني باش نقول لك ميتا دو نو ديسكريبشن، ففي هذه الحاله اللي كنقدم دي دوني، كنقدم دي زانفورماسيون، كنقدم واحد ديسكريبسيون يعني كنوصف شنو هو كونتوني اون جينيرال ديال لاباج ديالنا. راكم شفتو طبعا خدمنا دي زيكزومبل لا سيونس 1. الحاجه الثانيه هنا شنو كيقول لك؟ كيقول لك يعني هاد لاباليس هذا مناش كتكون، يعني كتكون سوا من جملة ولا جملتين ولا حتى فقرة قصيرة، يعني ماشي مشكل. غير انت حاول قدر الامكان انك ما ديباسيش. يعني راه حنا شفنا يعني كيما شفتو في لا سيونس 1 كنلقاو بان جوجل كتافيشي لنا جوستومون جوج سطور من ديسكريبسيون. ممكن تحط واحد الباراغراف واحد الفقره، وهذيك الفقره راه غتافيشي لك منها غير جوج ديال سطور، مي سي باراغراف. يعني جوجل كتقول لك ممكن فقره قصيره، ملي ما تسمع فقره قصيره ما خاصكش ديباسي جوج ديال الجملات ونصف، او ماكسيموم جوج ديال الجملات ونصف. يعني قلنا لا فونكسيون ديالها ديال هاد لا باليز هادي اللي هي ميتا دو نو ديسكريبسيون، هي انها كتقدم لينا واحد الوصف على الصفحة ديالنا باش في لو طون اللي كيكون داك البوت هداك داك شنو سميتو داك سبايدر داك العنكبوت كيدير ليكسبلوراسيون ديالو، فراه كيعتمد على هاد لا باليز هادي باش كيقد كيدير داك. يعني هو كيعتمد على بزاف ديال الحاجات، باغمي الحاجات اللي بلوز امبورطون عنده هي هاد لا باليز اللي سميتها ميتا نيم ديسكريبشن، لان هي اللي كتقدم لك الوصف على ياش على لا باج ديالك. دونك اجي نشوفو شنو قالوا لنا مثلا هنايا فوالا، او مدو عطاونا دي زيكزومبل. قال لك ما هي مزايا وصف العلامات الوصفيه؟ قال لك تكتسب العلامات الوصفيه اهميه من امكانيه استخدام جوجل لها كمقتطفات لصفحاتك. قال لك وتجدر اشاره الى اننا نستخدم كلمه امكانيه هنا نظرا لان جوجل قد تختار استخدام قسم ديسيلات النص المرئي لصفحتك اذا كان اداء ذلك القسم جيدا من حيث تطابق مع احد طلبات بحث المستخدم. كيفاش؟ دونك كما لاحظتوا هنايا جوجل عطاتنا واحد الكونسي. هاد الكونسي هادي كنا ديجا شفناها في سيونس 1. يعني الا عقلتو معايا في لو طون اللي كنا حنا كنديرو لا ريشيرش ديالنا، بحال دابا هنا عطاونا واحد ليكزومبل هو قلب على بيسبول كارتس. حنا كنا ايه درنا لا ريشيرش ديالنا الا عقلتو، او بيان في سيونس ايكولي درنا لا ريشيرش ديالنا على جوميا ماروك. فاش كنا كنكتبو جوميا ماروك في البار دو ريشيرش حنا كنا كنجيو ديسكريبسيون شنو كنلقاو؟ كنلقاو داك ماروك وداك جوميا، يعني هادوك لي مون كلي كنلقاو الكولور ديالهم كيفاش تيكون. تيكون اون غرا، يعني تيولي بولد. راكم كتلاحظوا حتى الكولور ديالهم تيولي كحل ماشي كيف حل لي زوتر. يعني هنايا راه انت فاش كدير لا ريشيرش ديالك راه ممكن هاد العلامه الوصفيه يعني هاد الميتا ديسكريبشن تكون كونتيان دي مو كلي. هاد لي مو كلي شي واحد دار لا ريشيرش ديالو وانت من حسن الحظ ديجا كتبتي مثلا شي حاجه، بحال دابا حنا كتبنا في الديسكريبسيون ديالنا شي حاجه كدا كدا شي جوميا ماروك، يعني شي حاجه جوميا ماروك، جا شي واحد كتب جمله ماروك، ففي هاد الحاله حنا عندنا واحد الحدود واحد الحد اننا نبانو. علاش؟ لان ديجا عندنا هاد الموكلي هذا في ديسكريبسيون
ديالنا. قال لك عاوتاني في الاسويت، وتعد اضافه علامات وصفيه لكل صفحه من صفحات ممارسه جيده دائما في حث على جوجل العثور على مجموعه مناسبه من النصوص لاستخدامها في المقتطف. كيفاش؟ hier ou bien في la séance écoulée شنو كنت قلت لكم؟ قلت لكم parfois كتلقى دي سيت انترنت اللي ما كتكونش فيهم هاد لاباليس اللي سميتها ميتا ديسكريبشن، يعني هاد لاباليس هادي ميتا دو نو ديسكريبسيون، parfois كتلقاو دي سيت انترنت اللي هما ما حاطينهاش كاع، ما بغاو يعتمدوا عليها ما حطوهاش، ولكن راه حتى فاش كنديروا لا ريشيرش ديالنا على شي حاجه كنلقاو واحد ديسكريبسيون هنايا، اللي كنلقاو شنو واحد ديسكريبسيون هنايا سامارش. هاد ديسكريبسيون اللي كتكون هنا راه فهاد الحاله هادي شنو، راه داك لي باراغراف ديالك اللي تيكون عندك انت، يعني داك لا باراغراف اللي كتكون في البوزيسيون الاول راه هي اللي كتبان هنايا سو فورم ديال اش ديال ديسكريبسيون. يعني فهاد الحاله هادي الا جات جوجل ما لقاتش هاد الميتا اللي سميتها ديسكريبشن، ففهاد الحاله هادي شنو غادي تافيشي لك ديسكريبسيون، غادي تافيشي لك الباراغراف ديالك اللي كاينه في البوزيسيون الاول من لاباج. هادشي اللي بغاو يقصدو. والحاجه الثانيه قال لك لكل صفحه من صفحات، يعني هنا قال لك علامه وصفيه لكل صفحه من صفحات، يعني كما قلنا نفس ليكزومبل ديال التايتل، فراه انا عندي لاباليس او بيان ليليمون اللي سميتو تايتل خاصو يكون كيمثل ليا كل لاباج، وكل لاباج طبعا كيكون عندها واحد الكونتوني، الكونتوني ديال الاش تي ام ال راه ماشي هو السي اس اس، السي اس اس ماشي هو جافا سكريبت، جافا سكريبت ماشي هي سي شارب، سي شارب ماشي هي بايثون، بايثون ماشي هي اندرويد، اندرويد ماشي هو الاي او اس، يعني حاجه مختلفه على الحاجه الاخرى. فراه خاصني كل باج نعطيها واحد ديسكريبسيون ديالها اللي عندها علاقه باش بها. دونك قال لك وتشتمل المدونه المركزيه المشرفه في المواقع على مشاركات مفيده حول تحسين المقتطفات، يعني اكسيتيرا. هاد لي دوني هادو اللي كاينين هنايا غادي نشوفوهم ان شاء الله في الطون اللي غادي نشوفو واحد القسم اللي سميتو سيت ماب. دونك هما دو هنايا كيعطيونا دي كونساي، قبل ما نشوفو لي كونساي هانتوما لاحظوا معايا عندي هنايا واحد العنوان، او ميم طون عندي هنايا واحد ديسكريبسيون، الامر عادي جدا. راه فاش غادي نجي لهنا شنو غادي نلقى؟ نلقى داك العنوان اللي كتبناه في لاباليس تايتل، ها هو هذا براند سبيسبول كاردز باي كاردز سبيسبول نيوز كارد بريسز، يعني هادشي هذا اللي عندي هنايا راه هو اللي مكتوب هنايا، وهادشي اللي عندي في الديسكريبسيون بحال دابا براندز بيسبول كارز بروفيتس الله سيلكشن اكسيتيرا، راه هو اللي عندي هنا. دونك هاد لي باليز بلوز بجوج عفوا كيبقاو دي باليز بلوز امبورطون اللي كيعاوننا بزاف 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 في ريفيرونسمون ناتشورال. يعني نتوما شفتو شنو هي الفائده ديالهم، او ميم طون هنا تعرفنا على شنو هما لي كونساي اللي كتقدمهم لينا جوجل. دابا قال لك هنايا افضل الممارسات تلخيص محتوى الصفحه بدقه، يعني انا الا كنت غادي نحط واحد ديسكريبسيون على لاباج ديالي فراه خاصها تكون يعني ديسكريبتيف، خاصها تكون كور، يعني راكم شفتوا عطانا جمله ولا جملتين او فقره قصيره، دونك ماشي شد انا نبقى كنكتب 10 ديال السطور ولا 20 سطر، يعني هادشي هذا ماشي في الصالح ديالي. دابا الا قرينا غير هنايا كيقول لك اكتب وصفا من شأنه اعلام المستخدمين واجتذابهم في الوقت ذاته عند رؤية علامتك الوصفية كمقتطف في احدى نتائج البحث، يعني اكزاكتومون واحد الكونساي اللي كتبقى بليز امبورطون. قال لك الديسكريبسيون ديالك طبعا خاصها تكون عاشيرون، يعني فاش نحط واحد ديسكريبسيون خاصني اون فوا يقرا هذاك الانترنت يدخل السيت انترنت ديالي، لان ديسكريبسيون ولا التايتل كيبقاو دي فاليز لي بلوز امبورطون، هما اللي كيحكموا واش داك الانترنت غادي يدخل ولا كاع ما غادي يدخل. انا كانترنت الا درت لا ريشيرش ديالي على واحد الحاجه ولقيت داكشي اجيرون واشيغاني فطبعا غادي ندخل، ما لقيتش داكشي هو هذاك فراني غادي نسمح ونمشي نقلب على دو تخو سيت انترنت. قال لك وعلى الرغم من عدم وجود حد ادنى او اقصى للنص في العلامه الوصفيه، نوصي بالتاكيد ان النص طويل بما فيه الكفايه اللي يتم عرضه بالكامل في البحث. اكزاكتومون، يعني شنو كتقول لك جوجل؟ كتقول لك راه ما كاينش مشكل الا مثلا حتى شي ديسكريبسيون ديالك طويله، وانما راه دابا لوبجيكتيف ديالنا طالع كامل علاش على داك وانما. انا شنو قلت لكم؟ قلت لكم يعني ما جاياش حتى 10 ديال السطور، علاش؟ لان هي كتقول لك جوجل وانما، يعني شنو لوبجيكتيف ديالنا حنايا من غادي نكونوا سو كونديسيون، يعني كنبقاو تحت واحد الشرط، اه واكتب اللي بغيتي وانما راني ما غاديش نعرض لك كلش، يعني واحد الحاجه اللي ما يعني لا فائده منها.
بحال دابا قال لك هنايا اونتر بارونتيز، لاحظ ان المستخدمين قد يشاهدون مقتطفات مختلفة الحجم حسب طريقة البحث ومجال البحث، كما يجب ان يحتوي النص على جميع المعلومات ذات الصلة التي سيحتاجها المستخدم لتحديد ما اذا كانت الصفحة مفيدة وذات صلة ببحثهم. يعني هنايا انا غادي نحط واحد ديسكريبسيون، فراه طبعا لو طون اللي غادي ندير فيه لا ريشيرش ديال على واحد الحاجة، الا قريت داك الديسكريبسيون اللي عندها علاقة باش بداك الكونتوني اللي انا كنقلب عليه كانت اتيرون، لقيت فيها داكشي، يعني اون جينيرال لقيت داكشي اللي انا كنقلب عليه كاين في داك الديسكريبسيون، غادي ندخل. ما لقيتوش ما غاديش ندخل. يعني كتقول لك خاص يكون داكشي ديالك اتيرون وفيه يعني لي دوني كاملين اللي عندهم علاقة بداكشي اللي انت كتقدم ولا داكشي اللي كتقدمه في الصفحة ديالك. بحال دابا هنا قال لك تجنب ما يلي، قال لك كتابة علامات وصفية ليس لها علاقة بالمحتوى الموجود في الصفحة. طبعا ما يمكنش انا عندي واحد لاباج اللي الكونتوني ديالها ديال اتش تي ام ال وفي ديسكريبسيون نكون حاط وصف ديال لي جافا سكريبت، يعني شي حاجة اللي لوجيك. قال لك عاوتاني استخدام اوصاف عامة مثل هذه صفحة ويب او صفحة حول بطاقات البيسبول. يعني كيفاش هنايا يعني كيقول لك في الديسكريبسيون ديالك حاول دو بريفيرونس انك تحط لنا وصف يكون ديسكريبتيف، ماشي تحط لي جوستمون واحد المو ولا واحد ديسكريبسيون اللي فيه يعني في حال هكا هذه صفحة ويب. يعني دابا اجاب هذه صفحة ويب الكونتوني اللي انا كنقدمه، راه طبعا هذيك راه عباره على واحد الصفحه، عباره على واحد واحد لاباج. صحيح هي عباره على واحد الصفحه، ولكن راه لا علاقه لهذا الموكلي لهذه الكلمه اللي قلت انا بالكونتوني ديال لاباج ديالي. عرفناها صفحه، علاش انا نزيد هادي نحط شي حاجه اللي كتمثل لي الصفحه ديالي احسن من ندير هذه صفحه ويب. يعني هما عطاونا هنايا عطاونا هنا جوستومون واحد ليكزومبل، ولا قال لك او صفحه حول بطاقات البيسبول. مزيان انا لو طوني غادي نكون كنقلب على واحد الحاجه اللي عندها علاقه بالبطاقات ديال يعني بيسبول كارد، فراني ماشي ما يكونش عندي لوبجيكتيف جوستومون هذه صفحه ديال البطاقات ديال البيسبول، ومن بعد انا خاصني لي دوني، خاصني لي زانفو علاش على هاد البطاقات هادو، انا خاصني دي دوني على هاد البطاقات. يعني في الديسكريبسيون ممكن نحط شنو هما الحاجات اللي انا كنقدم على هاد البطاقات. دابا قال لك ملء الوصف باستخدام الكلمات الرئيسيه فقط. كيفاش؟ يعني انت في لو طون اللي كتكون كتحط فيه واحد يعني واحد ديسكريبسيون، فراه ما خاصكش تحط جوستمون دي كيورد. يعني شنو كنقصد لك انا بلي كيورد؟ لو طون اللي كنت شرحت لكم قلت لكم في لو طون اللي كنحط الديسكريبسيون ولا التايتل كنعتمد على لي كيورد. صحيح، وانما فاش غادي نحط انا واحد لوجيت غادي نحطو كي غادي نحط دي مو كلي سو فورم ديالاش ديال تيتر، ماشي غادي نبقى نحط فورماسيون ندير فيرغول، سوتيان ندير فيرغول، بروغراماسيون ندير فيرغول، ديفلوبمون ندير فيرغول، نزيد بحال دابا توتوريال اكسيتيرا. يعني خاصني نحط واحد الحاجه اللي كتبان سو فورم ديالاش ديال تيتر. وكذلك هو مثال، خاصني نحط واحد الحاجه اللي كتبان سو فورم ديال باراغراف، سو فورم ديال واحد النص اللي سواء نلقاو فيه كما قلنا فقرة ولا فقرتين ولا كاع فقرة قصيرة. قال لك نص مقسم بأكمله ولصقه في العلامة الوصفية. كيفاش هادي؟ فحال دابا مثلا شنو كتلقى؟ كتلقى انت الكونتوني ديال لاباج ديالك مزيان مقاد. شنو كدير؟ كتمشي كتهز واحد الباراغراف منه وكتمشي كتحطها على اساس انها ديسكريبسيون. لا، راه داك الباراغراف اللي انت حطيتيه راه كتمثل جوستومون واحد الحاجة. فحال دابا انا كنت غادي ندخل لاباج ولا يعني هي دي زيكزومبل، انا اللي كنت غادي ندخل لاباج داكو ديال كومبيتنس سنتر. فحال دابا غادي نلقى فيها شنو؟ غادي نلقى فيها مثلا شكون هي كومبيتنس سنتر، شنو هما لي سيرفيس اللي كتقدم كومبيتنس سنتر، شنو هما لي فورماسيون اللي عندها، لي سيرتيفيكا، لي زيليمون ديال الكونتاكت، يعني اكسيتيرا. كنلقى بزاف ديال الحاجات، وانما هاد الحاجات عندهم علاقة باش بهاديك لاباج، ماشي غادي نشد باراغراف اللي عندها علاقة بكومبيتنس سنتر ونمشي نحط. علاش؟ لان لاباج ديالي كما قلت انا ما كتدويش على شكون حنايا، ما كتدويش على ابروبو دنو ولا اباوت اس، يعني كدوي على اون جينيرال شنو هما لي سيرفيس، شكون هي، ها الا بغيتي تكونتاكتي هنا. يعني ما يمكنش نهز واحد الفقرة اللي كتمثل واحد لاباج ونحطها. بحال دابا قال لك استخدام اوصاف فريده لكل صفحه، يعني هنا شنو بغاو يقصدوا؟ فراه حنا طبعا قلنا واحد السيت انترنيت كيتكون بزاف ديال الصفحات، كل صفحه عندها واحد المحتوى، فراه خاصني كل محتوى نحط له واحد الوصف خاص به. ما يمكنش المحتوى تاع اتش تي ام ال نحطه في جافا سكريبت، ما يمكنش نحطه في بي اتش بي، ما يمكنش نحطه مثلا
شي حاجة اللي عندها علاقة مثلا بروجيك، شي اكسس، يعني شي حاجة كيف حال هكا، يعني كونتوني ديال اتش تي ام ال ونحطو محتوى ديال اتش تي ام ال، كونتوني ديال جافا سكريبت ونحطو وصف عنده علاقة بجافا سكريبت، كونتوني ديال بي اتش بي ونحطو وصف عنده علاقة باش بي اتش بي. دابا قال لك تجنب ما يلي: استخدام علامات وصفية واحدة لجميع صفحات موقعك أو مجموعة كبيرة من الصفحات. طبعا يعني هنايا اصلا كيقول لك غادي تجنب شنو، يعني ما يمكنش، يعني نفس الحاجة اللي شرحت لكم هنايا هي اللي طلبوها لنا من هنا. يعني قال لك شنو تجنب، يعني كيقول لك باختصار ما يمكنش انا محتوى عندي دي جافا سكريبت نشدو نمشي نحطو في اتش تي ام ال ونحطو مثلا في سي اس اس ونحطو مثلا في بي اتش بي، يعني كل باج خاصني نحط ليها محتوى ديالها. يعني قال لك انا استخدام علامة وصفية واحد لجميع صفحات موقعك او مجموعة كبيرة من الصفحات، يعني هادشي هو اللي شرحناه.